تحت الشمس معي أنا أماني. مرحبا مستمعينا. من اللحظات الأولى لاندلاع الثورة السورية أخذت المرأة مكانة جنب الرجل بالمظاهرات وهتفت للحرية وكتبت الشعارات وشاركت بتشيع الضحايا وساهمت بكل نشاطات الحراك السلمي مثل الاعتصام وتوزيع المنشورات وتنظيم الحملات مثل حملة أوقف القتل وحملة الأبيض والبنفسجي، وساهمت كمان بجمع التبرعات وشراء الاحتياجات وتوزيعها وحتى إيصالها للمتضررين. ومو بس هيك، في نساء ساهموا بتهريب بعض الناشطين لبرات البلد من خلال مرافقتهم لعند الحدود لتسهيل مرورهم عبر الحواجز. وخلال الثورة ظهرت شخصيات نسائية بمثابة قائدات رأي بالمجتمع السوري مثل الفنانة ميس كاف والمحامية رزان زيتوني وغيرهم. بس مع تصعيد العمليات العسكرية تراجع الدور النسائي على الأرض، وما عاد الشارع آمن لا للرجل ولا للمرأة، خاصة مع تزايد الخوف من التعرض للاغتصاب. بسنة 2012 بلغ دور النساء بالثورة السورية الذروة، وبسبب المداهمات والاعتقالات نظموا النساء أنفسهم ضمن خلايا ليعبوا الفراغ اللي تركوا غياب عدد كبير من الشباب، واستغلوا أنه الحواجز ما كانت تفتش النساء وصاروا يهربوا الأدوية والأكل للمناطق المحاصرة والمستهدفة بالقصف. وعدد من النساء من الأقليات استخدموا صفتهم الطائفية على الحواجز لتهريب المساعدات للأحياء المحاصرة، بس بعدين كشفت بعض الحواجز الموضوع وصاروا يدققوا أكتر بهويات النساء. لهون تمحور ذروة نشاط المرأة على الاستمرار بعمليات الإغاثة، بس هذا الشيء تراجع بسنة 2013 مع عسكرة الثورة يلي أثر بشكل كبير ومباشر على دور المرأة فيها. وبعدها اتجه العمل النسائي باتجاه التدريب والتعليم والتوعية، وكان في نساء يدربوا العاملين الهواة بمجال الإعلام وتغطية القضايا الإنسانية. هدول النساء كانوا يواجهوا عقبات كثيرة، بس رغم هيك فرضوا حضورهم على مجتمعات بأغلبها كانت ذكورية. مجرد وجود هدول النساء وعملهم بهي المناطق كان يفرض تحدي للهيمنة الذكورية المتزايدة والمتطورة خلال الحرب. ولو جينا للمجلس الوطني السوري المعترف فيه من قبل 80 دولة ما منلاقي وضعه أحسن من غيره، فمن مجمل الأعضاء 200 ما بيتجاوز عدد النساء 24. وحتى مع إدراج مبدأ الكوتا داخل المجلس الوطني السوري ما ارتفع عدد العضوات. ولو جينا للمجالس الثانية مثل المجلس الوطني الكردي فنسبة تمثيل النساء فيه ما بتتجاوز 7%، وطبعا هي نسبة قليلة كتير، والسبب سيادة العقلية الذكورية بالمجلس اللي ما عم تفتح المجال للعضوات ليأخذوا دورهم الحقيقي والفعال فيه. ورغم هذا التمثيل القليل بالمجالس اللي بتمثل الثورة إلا أنه حتى هذا التمثيل ما كان كافي وفاعل وحقيقي بشكل كامل، وببعض الحالات ما كان أكثر من تمثيل شكلي. مع كل هاي التحديات بمجتمع موسوم بأنه ذكوري، حاولت المرأة السورية تثبت نفسها وتلاقي مكانها. ببعض المجالات قدرت وفعلا كان دورها فاعل وحقيقي، وببعض المجالات للأسف كانت السلطة الذكورية بالمرصاد. وكثير من المنظمات والمؤسسات عم تشتغل اليوم على أنه يكون دور المرأة السورية بالفترة الجاية دور كبير وحقيقي وفاعل، لأنه هن جزء لا يمكن فصله عن هذا المجتمع، ولأنه هن بنات الشمس. بنات الشمس معي أنا أماني.